إليكم حقيقة تسريبات البوستر الدعائي لبرنامج المقالب اللي بيخص رامز الجلال في رمضان 2021. رامز مريض نفسي، تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال الجديد، واللي هيتم عرضه في شهر رمضان الجاري 2021 بعنوان رامز مريض نفسي. البوستر سبب انشقاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات اكيد في تشب، واخر قال رامز مريض نفسي فعلا، واضاف مستنيين رد رامز او اي حد عشان نتأكد. وعلى الفور ردت قناة الام بي سي وقالت ان البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج اللي مقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. وهذا تصحيح لما تم نقله على مواقع التواصل الاجتماعي بان البوستر الذي سوف تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رامز مريض نفسي الذي سوف يتم عرضه في الموسم الرمضاني الجاري 2021 هو بوستر كاذب وليس حقيقي. رامز جلال بيستكمل حاليا تصوير فيلمه الجديد هيكل عظمي، واللي بتشاركه فيه بطولته غادة عادل. يجسد رامز جلال شخصية صحفي خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل ما يضطر إلى التحايل على تلك الأزمات. آخر أعمال الفنان رامز جلال كان خلال شهر رمضان 2020، وهو برنامج رامز مجنون رسمي، واللي قدمته الفنانة والإعلامية أروي، واستضاف عدد من النجوم والمشاهير، وتم عرضه على قناة الام بي سي مصر. رامز جلال من مواليد 20 إبريل سنة 73، ممثل ومقدم برامج مصري، وهو ابن المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق، وله أخ ياسر جلال. وبدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة الأرمان الإعدادية، ومنها إلى الثانوية. ومنذ يومين قضت محكمة جناح القاهرة الاقتصادية ببراءة كل من رامز جلال ومالك قناة الام بي سي بالاعتداء على الملكية الفكرية. فما هي القصة؟ القضية تخص برنامج رامز تحت الصفر ورامز تحت الأرض، حيث تم اتهام اثنين، الأول هو رامز جلال والثاني هو صاحب قناة الام بي سي، بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاص بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كامل، والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج. هيام قامت بتسجيل هذه الفكرة بتاريخ 29/5/2016 برقم 2543، وبكده بتكون هيام كمال هي صاحبة الفكرة للبرنامج رامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر، يعني بتكون شريكة في الأرباح.